ساعات وش حلاوتها اخر اجازه؟ انا احب دوم كله في رمضان 30 لو فلافين فلافين 30 فلافين بموت عليك مو سدي وبافطسك مره ثانيه لو اول ليل اخر اجازه والله سكليف مو نفس على ياسين لا مو نفسه مو نفسه يقضيها نوم يقول انا الصبح اقول لك اداوم السلام عليكم وياكم احمد في برنامج ويش يقول سؤال الحلقه اليوم تاخذ اجازه لو دوام 6 ساعات ما يتفوت في شهر رمضان لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتنشرون المقطع في كل مكان وتفعلون جرس التنبيهات بسرعه سؤال يقول 5 ضرب 6 كم 5 ضرب 6 25 25 متاكد لا فلافين فلافين 30 لو فلافين فلافين 30 فلافين السؤال يقول الحين انت تشتغل هنا في شهر رمضان تداوم الدوام كامل 6 ساعات خليكم لو تاخذ اجازه لا داوم عادي عادي عنده اي ما تعطش لا لو انت ضحاي والله دوام 6 ساعات ما يتفوت ما يتفوت انزين الاجازه تجمعها يعني لسفر ولهالامور ولا مره اخذت اجازه اخذت اجازه حق سفر طبعا في شهر رمضان لا في شهر رمضان ما اخذت اجازه ابدا ما يسوى ما يسوى شهر رمضان ما يصلح اجازه اذا سافرت وياك مره ثانيه وبالغلط انزلاق جيت باموت مو تقعد تزفني قعدت من النوم زفيتني طيرت روحي انا بجد جيت باموت عليك مو سدي وبافطسك مره ثانيه دوام 6 ساعات ما يتفوت من اي ناحيه الاجازه يقول لك تريح روحه تاخذ راحه وتقدر تطلع الليل العصر الصبح 6 ساعات لو ايش الدوام لان الشخص توه مشتغل لازم واصل في الشغلة عشان لا يستمل ورد يرجع نفس وقت أيام بطالته أيام البطالة حلية ولا؟ لا مو حلية أوكي ما تشتاق لها؟ لا والله تشتاق؟ الحين لا لأن الشخص هو مشتغل لا الحين أنت مقاعد قبل تأخذ إجازة في شهر رمضان لو دوام 6 ساعات ما يتفوت ما أحب الإجازة في شهر رمضان نهائيا وأحب الدوام حتى لو من الصبح كلش حتى لو 10 ساعات ما عندي مشكلة كلش يعني ما في فرق بين 6 ساعات فرق و 8 ساعات في شهر رمضان ما عندي مشكلة نهائيا في الدوام ساعات وش حلاوتها اخذ اجازة زين خذ اجازة ريح روحك الصيام لا اجازة حق السفر فقط بس حق السفر؟ ايه اما اجازة اقعد في البيت وش منها فائدة ذي شكلك خاط البلدان الله يكتبنا ان شاء الله الله يعطيك يا حياك الله اهلا وسهلا لا طبعا ما يتفوت الست ساعات انا احبد اني اشتغل من الصبح واجي الظهر وانام حتى اكون في الليل فاضي وما عندي اي شغله النوم عباده في شهر رمضان النوم عباده من الظهر الى الليل هو نوم فتعتبر عباده والكاد على عيالك المجاهد في سبيل الله ورياضه شوي قبل الاذان ورياضه قبل الاذان تعطينا صحه وعافيه اليوم هالسنه ما في طلعه يعني الوضع بيختلف واجد والله يساعدكم ياخذ اجازه احسن من 6 ساعات احسن من 6 ساعات لو ايش يعني وايش السبب اللي يخليك تاخذ اجازه وما تداوم دوام يكون الوقت عندك فاضي للعباده للزياره للساعد بيتكم وهالامور تقضي مشاويره في رمضان تكون احلى انا جربت الاثنين ف عرفت ان الاجازه واجد احلى زين الاجازه في شهر رمضان كامل لو اخير شيء هو يفضل اخر اسبوعين احلى شيء احسن هالسنه في اجازه لو لا سنه لا الحين على الوضع اللي صاير ما ادري وش يعني الدوام احسن ايه لا ما تدري يعني تروح تقدم له اجازه اوريدي ممكن يعطونك اجازه على الوضع الحين اللي موجود ان شاء الله يعطونك من عندهم البلاء ان شاء الله الله يسمع منا والله الاجازه احسن دو 6 ساعات انزين 6 ساعات بس انت تبغى تتفرغ له يعني 6 ساعات بتطلع 8 الى 2 او 3 الى 9 متعب الشغل يعني اجازه افضل اجازه افضل لان الناس تطلع من طوره في شهر رمضان زين الشهر كامل اجازه لو اخر اسبوعين اخر 10 ايام
هو الأفضل آخر أسبوعين من عقب المولد وانت ويا الوفاء وليلة القدر تاخذ ترتاح الموضوع. والله أنا بيني وبينك أنا القعدة ما أحب ما أحب أقعد إجازة، أنا أحب دوم كل في رمضان. يعني لو يخلونك تداوم 10 ساعات بالدوام؟ أداوم والله، أنا عاطينا الحين عاطينا الشركة أسبوع إجازة ما قعدته في هالفترة هذه ما قعدته. لا دوام 6 ساعات. لو إيش يعني تأخذ إجازة أفضل لك أنا أحس يعني. أعطيها نوم له. إيه تنام في شهر رمضان أحسن، نوم عبادة في شهر رمضان. الدوام أريح لأنه 6 ساعات ما يتفور. ساعات والصبح. الصبح الليل. الليل لا ما يسوى. تأخذ إجازة لو الليل. لو أول ليل أخذ إجازة والله سكليف. 6 ساعات بس يفضل إجازة يعني. يفضل إجازة يعني تحب تأخذ إجازة في شهر؟ يفضل. تخاف من الصوم سيد يعني؟ لا ما أخاف من الصوم. إنزين الدوام شوي يسرع عملية التيم في الانقضاء عشان تخلص الوقت وأدن، فالدوام أفضل يعني. هالسنة إن شاء الله دوام لو إجازة؟ كل سنة دوام إن شاء الله. دوام. السنة على هالحالة؟ دوام إن شاء الله. أنا متقاعد. إيه قبل قبل كنت أداوم 6 ساعات. يعني ما يتفوت الدوام؟ لا دوام إذا على حسب شغل. يعطيك العافية ما أقدر. الله يعافيك. أكيد دوام 6 ساعات ما يتفوت. ولا يوم تأخذ إجازة حسن؟ ما يصلح، كلش ما يصلح. جمع الإجازة لو إيش يعني حسن؟ مو لما أصلحتك تأخذ إجازة في شهر رمضان. من أي ناحية يعني؟ أولاً القعدة في البيت في شهر رمضان ما يمشي الوقت، دا رح تداوم تمشى الوقت شوي. فأنا شيء يعني 6 ساعات تداوم وأنت تروح تأخذ إجازة. يعني أنت حسن تقول إن 6 ساعات أفضل من تأخذ إجازة؟ أكيد 100%. وتجمع الإجازة لسفرات أو لأيام تب الإجازة للحج؟ على نوع العمل. قبل أخذت إجازة في شهر رمضان؟ أخذت مرتين. أيوة أفضل يعني إجازة لو تداوم؟ أنا أشوف الدوام أوكي، يمشي الوقت يعني. يمشي الوقت. يعطيك العافية. عافيك يا عمك. تأخذ إجازة لأن هذا شهر الفضيلة وشهر القرآن، إنه يكون أفضل لك ما يتعوض في السنة. تأخذ إجازة عشان إنه تصير فاضلة للقرآن ولهالأعمال، إن هذا شهر أمر مرة واحدة في السنة. هالسنة بتأخذ إجازة لو إن شاء الله إذا الله كتب إن شاء الله. الله يعطيك إن شاء الله. تحب تسافر باكستان لو تقعد في البحرين وتداوم؟ رمضان في البحرين. لو إيش في البحرين؟ أحسن لي. هناك واسمه هنا أحسن في الدوام عشان واسمه ضيع الوقت كاملة. زين باكستان هناك ويا أهلك مو أحسن في شهر رمضان في العيد؟ هو أحسن لكن شوي في البحرين في الشغل أحسن، ضيع الوقت بسرعة. داوم كم ساعة عليه؟ 9 ساعات. 9 ساعات الدوام ما شاء الله طويل الدوام. تحسه لو زين في شهر رمضان؟ زين عادي بس ما يمديك تسهر. أنا كله أول ليل ما في نهار. ما تقلب زامك يعني؟ أول. حياك الله علي. حياك الله. تسلم علي. حياك. مشكور علي. الله يسلم. والله الواحد يحب ياخذ إجازة في رمضان 6 ساعات، حتى لو 6 ساعات تفوت يعني الإجازة أفضل. أفضل إجازة. فض روحك للعبادة وللصوم ولا. أي والله دوام 6 ساعات. لو إيش يعني الناس أغلبهم ما يفوتون دوام 6 ساعات وما يأخذون إجازة. أنا عندي شهر رمضان المفروض إنه يكون شهر عمل مو شهر نوم. وتجمع الإجازات لأشياء ثانية يعني لسفرات. أنا طول فترة عملي ولا سنة أخذت إجازة في شهر رمضان. دوام 6 ساعات ما يتفوت. لو إيش يعني مو الإجازة أفضل لك أريح لك عشان تفضل التعبد والعبادة والروحانية؟ التعبد والروحانية في الليل والدوام الصبح. دوام لله والدوام عبادة بعد. دوام عبادة. والنوم عبادة. إيه نفس الشيء ما أختلف. قضيها يعني كلها نوم؟ لا مو كلها نوم، الصبح دوام والليل عبادة. مو نفس على ياسين؟ لا مو نفسه. مو نفسه. يقضيها نوم يقول. لا أنا الصبح أقول لك داوم. داوم ها تالي نوم. النوم عبادة.